الله حبتي الأطفال، شخباركم إن شاء الله زينين. الدرس السابق تعلمنا شلون نرسم وجه الحصان، وتعلمنا القاعدة الأساسية أن الأشكال الهندسية هي الأصل لكل شيء. إن شاء الله في هذه الحلقة راح نتعلم شلون نرسم الجمل. الجمل نفس الشيء كان له دور في كربلاء، وكان الشيء البارز فيه أن السبايا عليهم السلام، سيدة زينب واليتامى والهاشميات، ذهبوا من كربلاء إلى الشام إلى الكوفة كلها على النوق. فعنصر الجمل مهم، واليوم نتعلم إن شاء الله شلون نرسمه. نفس ما قلنا من قبل أن كل عنصر موجود لابد يرجع في الصورة المبدئية إلى هذه الأشكال الهندسية. فلما مني نرسم الجمل ونرسم الوجه نفس الشيء، نحتاج يكون عندنا سوى نفس الدائرة خفيفة، وهذه الأشكال نرسمها باليد، يعني ما يحتاج مسطرة. نرسم هذا الشكل الأقرب إلى المستطيل، بعدين ننزل هنا شوي حق الرقبة، بعدين نبدأ نعدل الوجه. شوف شلون يكون شكل الجمل. تقريبا بهذا الشكل قام الجمل. نقسم هنا العين، عندنا هنا البدن، هذا البدن الثاني شوي ترى مكان من شعر، هنا الرقبة، نرسم الظهر، نرسم قوام الجمل هنا. يختلف الجمل في جلوسه عن الحصان، قوام مالكم مجفوسة ما تبين واضح. نحتاج نعطيه ألوان، اللون الفاتح البني البيج فاتح أول شيء نستخدمه، دائما في التلوين الإيد في جهة واحدة أثناء التلوين، ما يصير لون شي ولا لون شدي ولا الدلون يختلف، دائما في كيفية واحدة اتجاه واحد، سواء كان مائل أو سيدة أو قائم، بس يكون كله في اتجاه واحد. طبعاً نحتاج إلى لون ثاني يكون أغمق على أساس تبين ملامح أكثر.
وين نخلط اللون الأولي نحتاج أيضا إلى لون بني الأغمق. شوفوا شلون كل ما يتداخل الألوان مع بعضها كل ما الشكل يطلع أفضل. شوي لون السماء من ورا. بهذه الطريقة نكون خلصنا الموضوع. أتمنى أن أعجبكم. أتمنى حبيت أنكم تطبقوا الموضوع بروحكم في البيت، ترسمون، تلونون، نفس الشيء. أشوفكم في حلقة قادمة. مع السلامة.